السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة الخلاف المتصاعد بين الشرعية اليمنية والإمارات في عدن. قال وزير النقل صالح الجبواني إن مطار عدن الدولي لا يخضع من الناحية الأمنية للحكومة، ما يجعله عرضة لعدة عراقيل تحول دون عمله بشكل طبيعي. وأضاف الجبواني أنه يؤمل أن تثمر زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة لأبو ظبي في حل العديد من الإشكالات الحاصلة في المرافق الملاحية. جاء ذلك عقب اجتماع الجبواني بمدراء إدارات مطار عدن الدولي وعدد من القيادات النقابية. تصريحات الجبواني جاءت بعد موجة من التصريحات والتهديدات للحكومة الشرعية من قبل الأذرع الإماراتية، بدءا بمقابلة رئيس الوزراء السابق بحاح، وليس انتهاءا بتصريح رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي توعد فيه بإسقاط الحكومة الشرعية في الوقت المناسب حد تعبيره. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل انتهت الهدنة بين الإمارات والشرعية في عدن؟ ولماذا صعدت الإمارات من حملتها ضد الرئيس هادي؟ عاد الرئيس هادي إلى عدن وقيل آنذاك بأن خلاف الشرعية والإمارات ربما انتهى بزيارة الرئيس هادي إلى أبو ظبي قبل عودته إلى عدن، لكن ذلك القول لم يكن الصواب عينه، أو هذا ما تشيء به تطورات الأحداث مؤخرا. فبعد عودة الرئيس وبقائه لأيام، عادت أذرع الإمارات للنشاط مجددا ضد الشرعية، بدءا بمقابلة لرئيس الوزراء السابق المحسوب على الإمارات التي خصصها لمهاجمة الشرعية والحكومة. ثم جاء الدور على رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الذي اتهم الحكومة بالفشل، مهددا بإسقاطها في الوقت المناسب حد قوله. مهاجمة الأذرع الإماراتية لم يتوقف، بل تعداها إلى الأحزمة الأمنية التي منعت دخول النازحين من المحافظات الشمالية إلى عدن والمحافظات المحررة في الجنوب. وعلى ما يبدو فإن الهدف من وراء أمر المنع هو إحراج الرئيس هادي والحكومة وإظهارهما عاجزين حتى عن مساعدة النازحين. هذه الإجراءات ترتبت على ما قيل إنه امتناع مغادرة الرئيس هادي للعاصمة المؤقتة بعد أن كان الاتفاق هو عودة محددة. فهل وصل الحد بالإمارات إلى تحديد مدة بقاء الرئيس هادي في عاصمته؟ الأمر ليس مستبعدا، فقد سبق وأن منعته من القدوم إليها. الهجمات على الشرعية أخرجت وزير النقل صالح الجبواني إلى التصريح بأن مطار عدن خارج عن سيطرة الحكومة الشرعية وخاضع للقوات الإماراتية أو التي تعمل لحسابها. هذا التصريح ربما يكون له ارتباط بأخبار مغادرة الرئيس عدن للقاء المبعوث الأمم في الرياض، ذاك في تفصيل معين. لكن في المجمل فالواضح أن الخلاف بين الشرعية والإمارات لم ينتهي، وأن الهدنة هي من انتهت، والأيام القادمة كفيلة بالكشف عن أبعاد أخرى للنفوذ الإماراتي في اليمن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدأ هذه الحلقة مع ضيوفي. سيكون معنا من الرياض مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، وسيكون معنا من ألمانيا الباحث السياسي الدكتور علي العبسي. أبدأ مع الأستاذ مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. مرحبا بك. في البداية أستاذ مختار، هل انتهت الهدنة بين الشرعية والإمارات حتى عادت هذه التصريحات والتصعيد من جديد؟ أولا نحن لا نتمنى أن تنتهي الهدنة، لكن ما أرض الواقع هو تصعيد كبير من قبل أدوات الإمارات في المناطق المحررة خصوصا في العاصمة عدن، وهذا ظهر كما ذكر التقرير من خلال ظهور الأشخاص المحسوبين على دولة الإمارات، ابتداء من خالد بحاح الذي تحدث بشكل واضح وقال هذه الحكومة ليست حكومة شرعية، إنما هي مثلها مثل حكومة صنعاء، يعني الرجل يساوي بين الحكومة الشرعية وبين حكومة الإنقلابيين. بالتالي هذا تصعيد خطير، وخروج أيضا خروج بحاح بهذا الوقت ليس اختيار بريئا. أيضا خروج عيدروس الزبيدي مهاجما الحكومة وتحدث عنها بكل صراحة وقال أنها حكومة معادية، وكأنه يتحدث عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وليست الحكومة الشرعية التي كان هو في يوم من الأيام جزءا منها، وكان هو محافظ لمحافظة عدن، ولم يستطع أن يقدم أي شيء للمواطنين غير درء الرماد على العيون وغير
إطلاق بعض الوعود التي لم يظهر منها شيء. بالتالي هذه هذا التصعيد ينذر بأن هناك بالفعل هناك أزمة حقيقية لم يتم حلها بالكامل، إنما كانت تخدير موضعي لم يتم حل الأزمة بالكامل. أيضا تصعيد ما يسمى بميليشيات الحزام الأمني ومنع الأسر النازحة ومنع أيضا المواطنين من أبناء المناطق الشمالية دخول إلى مدينة عدن، وحتى من له من يريد السفر أيضا يقوم بالتصعيد ضدهم ويقوم بإعادة الكثير من أبناء المناطق الشمالية في اختراق واضح للقانون للدستور لكل الأعراب. نعم إذا في طيب. ولكن أستاذ مختار، نعم أستاذ مختار، ولكن قد يسأل سائل لماذا تحملون الإمارات وزر هؤلاء ولم يصدر من الإمارات أي تصريح رسمي ضد الرئيس والحكومة الشرعية في المحافظات المحررة؟ هي لم تصدر حتى في أوج الأزمة، حتى في سقطرة وأزمة الانقلاب في عدن كانت تصريحاتها تصريحات معروفة. هم حينما يريدوا أن يضغطوا على الحكومة وحينما يريدوا أن يبتزوا الحكومة لا يبتزوها بشكل مباشر، لأن هناك أعراب دبلوماسية، هناك قوانين تحدد العلاقة بين الحكومتين وبين الدولتين، لكن لديهم طرق أخرى وهي طرق ملتوية عبر الأدوات سواء الميليشيات المسلحة التي تعمل معهم. بالتالي نقول أنه كنا نعمل أن تصمد الهدنة وكنا نعمل أن يعود الوئام للعلاقة بين اليمن وبين دولة الإمارات، لأنه ليس من صالحنا أن ندخل بأزمة وليس من صالح الإمارات أيضا أن تدخل بأزمة مع الشرعية، لأنها تعرف أنها حينما شكل المجتمع الدولي ضغطا على دولة الإمارات قبل معركة الحديدة وقبل معركة بدء الحديدة التي تم إيقافها رجعت إلى الحكومة الشرعية وعرفت أنها لا يمكن أن تتحرك بعيدا عن الحكومة ولا يمكن لها أن تتجاهل الحكومة الشرعية التي هي العمود الفقري لعمليات التحالف العربي وهي التي دعت التحالف العربي وهي التي تستطيع أيضا أن تنهي عملية التحالف العربي وتستطيع إنهاء خدمات أي طرف من أطراف التحالف العربي. نعم الأستاذ الدكتور علي العبسي. دكتور علي مساء الخير وأهلا بك. بداية كيف تتابع أنت الخلاف بين الشرعية والإمارات ما إن يعني يبدأ الصلح حتى ينتهي ويعود الصراع والخلاف من جديد؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا بداية أنا أرغب فقط أن يتم إصلاح الشيء التقني، أنا لم أسمع مداخلة الأستاذ مختار الرحبي فقط. نعم إن شاء الله يعني يتم إصلاح الخلاف. نعم ان شاء الله. اما بالنسبه للخلاف بين الحكومه الشرعيه ودوله الامارات العربيه المتحده هو خلاف استراتيجي وليس خلافا انيا وليس خلافا وقتيا وليس خلافا مرحليا، بل هو خلاف استراتيجي منذ البدايه. هناك اهداف خاصه للامارات العربيه المتحده وضعتها لنفسها ووضعتها لمساله دخول الحرب في اليمن ودورها في اليمن. هذه الاهداف الاستراتيجيه ليس للحكومه الشرعيه فيها اي دور تماما. الدولة الإمارات العربية المتحدة لا تبحث مثلا عن حلفاء في اليمن، لا تبحث عن حلفاء أو شركاء في اليمن، هي تبحث عن تابعين، عن موظفين، عن ناس مستعدين أن يقدموا أو ينفذوا ما تأمرهم به بدون أي نقاش. لذلك هذه دورات الصراع والخلافات التي تتوالى بين الحكومة الشرعية وبين الدولة الإمارات العربية المتحدة هي شيء طبيعي وشيء منطقي نتيجة اختلاف الرؤية والاستراتيجية والأهداف. ما نراه نحن الآن هو أن نحن الآن في مرحلة حاسمة من الحرب. معركة الحديدة هي معركة حاسمة للغاية وما بعدها لن يكون كما قبلها، ولذلك الإمارات العربية المتحدة ترغب فعلا أن تثبت نفسها في اليمن، أن تثبت دورها في اليمن، وهذا الدور بطبيعة الحال لا يتسق ولا يتناسب مع أي دور مهم ومؤثر للحكومة الشرعية. لذلك هي تستخدم أدواتها التي أنشأتها في الجنوب وأنشأتها في اليمن محاولة تقليص قدر الإمكان نفوذ ودور الحكومة الشرعية، ولذلك أعتقد أن خلافات هذه حتى لو تم تجاوز هذا الخلاف بوساطة من أي نوع فإنها ستتكرر بعد فترة أخرى. الخلاف هو خلاف استراتيجي ومتوقع له أن يستمر. نعم طيب دكتور علي، هل هو فعلا منطقي أن الإمارات هي فعلا من تتحكم بهذه الأدوات وهذه الأذرع في المحافظات المحررة؟ طبعا طبيعي، طبعا من يمولها اصلا يعني من يمولها يعني حتى دعنا نراجع الخط انشاء المجلس الانتقالي، خط حتى مثلا رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الخالد بحا، اين هو الان؟ هو في ابو ظبي
قادة وزعماء مجلس الانتقال أين يذهبون؟ يتم استدعائهم وشحنهم، عفوا هذه العبارة، وشحنهم في طائرة إلى أبو ظبي، تمويلهم يتم عن طريق أبو ظبي، عسكرتهم القوات الإماراتية هي القوات الرئيسية الموجودة في الجنوب اليمني والموجودة في الساحل الغربي، القوات السعودية غير موجودة يعني، أو حتى إذا وجودها وجودها محدود وبأعداد بسيطة وموجودة في عدن يعني بشكل محدود للغاية. القوة الرئيسية الفاعلة في الجنوب وفي الساحل الغربي هي قوة الإمارات، وبالتالي من الطبيعي أن أي قوة أخرى، قوة الحزام الأمني أو قوة النخبة، هي تتبعها بالضرورة، وهي لا تخفي ذلك. وحتى قادة الانقلاب أو عفوا قادة المجلس الانتقالي هم أيضا لا يخفون ذلك، هذه مسألة ظاهرة للغاية وظاهرة للعيان. نعم. طيب أستاذ مختار الرحبي، الآن تصريح وزير النقل صالح الجبواني، هل يأتي في سياق بأن الخلاف بدأ يعود من جديد ويظهر بالشكل العلني؟ وأيضا البعض يقول بأن بقاء الرئيس في عدن ومرتبط بتنفيذ ما تريده الإمارات، ما لم ربما يعني يتم الضغط عليه حتى يغادر عدن ويعود إلى الرياض، ما رأيك؟ أولا يجب أن يعرف الجميع أن بقاء رئيس الجمهورية هو مطلب شعبي، ويجب أن يضغط الجميع بما فيهم النخب السياسية، الأحزاب السياسية، المنظمات، المجتمع حتى المجتمع في اليمن عليه أن يضغط بأن يظل فخامة رئيس الجمهورية في تيجي لنا كيمنيين. وأي ضغوطات تمارس من قبل الأطراف سواء الإمارات أو غيرها يجب أن تتوقف هذه الضغوطات، يجب أن يعلموا أن بقاء تنفيذا لأهداف التحالف العربي الذي جاء إعادة الشرعية، وليس من أجل إخراج الشرعية، وليس من أجل الضغط على الشرعية، وليس من أجل ابتزاز الشرعية، من أجل البقاء في البقاء خارج اليمن. بالأمس القريب كانت إحدى المحسوبات على قيادة دولة الإمارات تقول أن الشرعية هي لشرعية الخنادق وليس لشرعية الفنادق. وحينما ذهب رئيس الجمهورية وحينما أصر على العودة إلى مدينة عدن يتم ابتزازه ويتم الضغط عليه من أجل العودة إلى خارج اليمن. بالتالي الأزمة هي لم تنتهي لكي نقول أنها بدأت، الأزمة هي موجودة وهي متصاعدة، ولكن الأزمة أو لنقول أنه كانت هناك بوادر نية حقيقية من قبل فخامة رئيس الجمهورية بأن تنتهي الأزمة مع دولة الإمارات حل هذه الإشكالية، ولكن للأسف الشديد ما أن عاد فخامة رئيس الجمهورية واجتمع والمدنية وبدأ بترتيب البيت الداخلي للحكومة اليمنية حتى ظهرت لنا هذه النتوءات وهذه الأدوات للأسف الشديد التي نعم. تقوم بمحاولة إظهار الحكومة وإظهار فخامة رئيس الجمهورية أن الحكومة الشرعية حكومة عاجزة، حكومة لا تستطيع أن تعمل، حكومة لا تستطيع أن تضبط الأمن داخل مدينة عدن، لا تستطيع أن تضبط مجموعة من الميليشيات المحسوبة على الحزام الأمني أو على النخب أو غيرها من هذه الميليشيات. بالتالي يحاولون إظهارها أن هذه الحكومة هي أيضا نقطة يعني أو من ضمن النقاط التي هي من أسباب الأزمة الحالية. لذلك هناك بعض الأطراف في التحالف العربي يحاولون دائما إظهار الحكومة بهذه الطريقة، وللأسف الشديد أن ما صرح به اليوم الوزير صالح الجبواني هو الحقيقة، وليس اليوم وليس وليد اللحظة. المطار والميناء والمنافذ والمداخل والمخارج، كل ما في الجنوب بشكل بالتحديد يعني هو بيد دولة الإمارات واحدة هي التي تستولي على المطار، أو أدواتها هي التي تستولي على المطار وعلى الميناء وعلى كثير من المناطق الاستراتيجية التي لا يمكن أن يقبل أي يمني أن تظل خارج إطار السلطة الشرعية أو أن يتحكم بها أي نعم أي طرف خارجي حتى وإن كان شريك لنا في المعركة. نعم. طيب مع تصاعد الآن الخلاف والآن الذي ظهر الآن بين الشرعية والرئيس والإمارات، هناك يعني من يتحدث عن تخوفات على حياة الرئيس في عدن وأنها غير آمنة ويطالبه بالعودة إلى الرياض، من يتبنون هذا الطرح؟ ما رأيك فيه أستاذ مختار؟ أخي العزيز، بالنسبة لموضوع تأمين مدينة عدن، أولا مدينة عدن هي بحاجة إلى توحيد غرفة العمليات الأمنية. إذا كانوا بالفعل يريدون أو يخافون على حياة فخامة رئيس الجمهورية، عليهم أن يأمروا ميليشياتهم المتواجدة في مدينة عدن بأن يتم دمجها في إطار الجيش والأمن، وأن يتم تأمين وتحصين العاصمة المؤقتة عدن. بالتالي ستعود الحكومة بكل أريحية وتعمل. من يمنع الوزراء
خروج خارجي طاقة قصر معاشيق ويحاول حصرهم في هذه المنطقة الجغرافية البسيطة، هو يعطي رسائل سلبية أن عدن غير آمنة وأن عدن لا ترغب بكم وأن عدن لا تقبل بوجودكم. أيضا تصريحات المسؤولين من ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذين يهددون الحكومة والذين يتوعدون الحكومة والذين دائما ما يتحدثوا بلغة مناطقية وبلغة عنصرية وبلغة أيضا تهديدية لكل أعضاء الحكومة، هي أيضا هذه العوامل هي التي تجعل من عدن غير آمنة. أما بالنسبة لتهديدات الميليشيات فأعتقد أن الباتريوت والباتريوت سيقوم بعمل الحماية لمدينة عدن من أي اعتداءات من قبل ميليشيات الحوثي. نعم، طيب دكتور علي العبسي، الآن مستقبل هذا الخلاف المتصاعد الآن الذي بدأ يعني يظهر بشكل علني بين الشرعية وبين الإمارات، برأيك ما هو مستقبل هذه العلاقة؟ دكتور علي العبسي، إذا ربما فقدنا الاتصال بالدكتور علي العبسي، إذا أوجه السؤال للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار. نعم أسمعك. نعم، مستقبل الآن العلاقة في ظل هذا الخلاف، كيف تتوقع مستقبل العلاقة بين اليمن والإمارات والتحالف بشكل عام؟ أولا في إطار المعركة الاستراتيجية مع الميليشيات الإنقلابية نتمنى أن يتم إذابة كافة الإشكاليات، ونتمنى أن لا تخرج دولة الإمارات عن المسار المحدد لها في اليمن وهي عبر أهداف التحالف العربي المعلنة وهي إعادة الشرعية وليس تدمير الشرعية وليس مهاجمة الشرعية وليس العمل ضد الشرعية، أيضا العمل على محاربة الميليشيات الإنقلابية واستعادة الدولة، هذه أهداف رئيسية واستراتيجية للتحالف العربي الذي جاء لليمن بطلب من الحكومة الشرعية وهي أهداف نبيلة وأهداف لكل العرب ولكل اليمنيين. بالتالي نتمنى أن يتم إذابة هذه الإشكاليات وأن تتعامل الإمارات ندية وباحترام ولا تتعامل مع الحكومة اليمنية كأنها تابع لها وكأنها مجرد موظفين لديهم، لا ليسوا موظفين والحكومة يمكن أن يقبل بهذا التعامل أو بهذه الطريقة من التعامل مع اليمن ومع الحكومة اليمنية ومع الشرعية. الشرعية تمثل الشعب اليمني وفخامة رئيس الجمهورية يمثل 6 ملايين يمني انتخبوه وهو الذي يمتلك الشرعية، بالتالي نتمنى أن يتم أولا إذابة هذه الإشكاليات وأن يتم الدخول بحوار شفاف وحل كافة هذه الإشكاليات وأن تستمر الهدنة وأن يستمر الحوار بين الحكومة اليمنية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حال لم يتم ذلك أعتقد أن أمام فخامة رئيس الجمهورية خيارات يجب أن يتخذها ويجب أن لا يتردد في اتخاذ هذه الخيارات التي نعم أكيد أنها ستأتي في إطار وفي صالح اليمن وفي صالح قضية اليمن. نعم، الخيارات بسؤال أخير أستاذ مختار، ما هي التي تتحدث عنها بالنسبة للرئيس ويجب علينا أن يستخدمها، ما هي؟ هي في حال أنه وصل مع دولة الإمارات زود ولم تتوقف الإمارات عن دعم الأدوات سواء السياسية والعسكرية أو غيرها، أعتقد أن أمام فخامة رئيس الجمهورية خيارات متعددة، منها أن يطلب من قيادة التحالف العربي إنهاء في اليمن، وهذا طبعا حق من حقوق فخامة رئيس الجمهورية لأنه في حال وصل معها إلى طريق مسدود، فأعتقد أنه العمل في إطار في العمل معها سيكون عمل مستوي وسترتب عليه كبيرة وسيتم من في حال استمرت العلاقة متوترة مع دولة الإمارات. شكرا جزيلا لك مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض، وعودة إلى ألمانيا مع الدكتور علي العبسي. دكتور علي، أنت أيضا توقعك لمستقبل العلاقة في اليمن بين الإمارات والشرعية والتحالف بشكل عام مستقبلا؟ أعتقد أن الصدام بين الحكومة الشرعية والإمارات هي مسألة وقت فقط، يعني نحن حتى لو تم حل هذا الخلاف الحالي الآن في بوساطة من السعودية أو بوساطة من طرف ما أو الوصول إلى تفاهم معه هو اتفاق أو هدنة مرحلية، الصراع والصدام هو مبرمج، يعني هو مسألة وقت فقط لا أكثر. الإمارات لديها أهداف مختلفة تماما، الإمارات لا تهتم بالحكومة الشرعية ولا تعنيه في شيء، الإمارات أنشأت وبنت مجموعات ميليشيات وسلطات أخرى غير سلطة الدولة اليمنية وهذه سلطة تتحدى سلطة الحكومة اليمنية، وبالتالي لا أعتقد أنها بنتها هكذا، يعني هي بنتها لتحقيق أهداف معينة. الصراع هو مبرمج ونتوقع في أي لحظة، البقية هو ماذا يمكن أن تفعل الحكومة الشرعية، ماذا يمكن أن يفعل الرئيس هادي.
واعتقد انه الرئيس هدى عليه ان يبحث عن بديل عن دوله الامارات، عن بديل عن شريك اخر في التحالف. مساله الاستغناء عن دوله الامارات الان في هذه المرحله مساله يعني صعبه للغايه، اولا لانها هي المؤثر الرئيسي وصاحبه الاثر الاكبر على العمليه العسكريه في الجنوب وفي الساحل الغربي، ومساله اخراجها ليست بهذه السهوله يعني. نعم، بالذات نحن نعلم ان لها نفوذ يعني في كل مناطق، في عدن، مناطق في، بل لان هناك بعض المحافظات اعتقد انها تحكم من الامارات قبل ان تحكم الحكومه الشرعيه. نعم، على الرئيس هادي اولا ان يبحث عن بدائل اخرى عن دوله الامارات العربيه المتحده، وبالتالي يستطيع انطلاقا من هذه البدائل ان يستغني عن دوله الامارات. اما الان فاعتقد من الصعوبه بمكان ان يتم اخراج دوله الامارات العربيه المتحده من التحالف هكذا مجرد طلب او مجرد انه تصريح من الرئيس. نعم، اعتقد ان هناك الحكومه الشرعيه تحتاج الى خطه استراتيجيه وان تضع هذا البديل ضمن حساباتها وتعمل عليه. نعم، بالنسبه للامارات دكتور علي، برايك لماذا لا تبني علاقه استراتيجيه مع الشرعيه؟ لماذا تذهب لعمل علاقات مع فصائل واذرع خارج اطار الشرعيه؟ دعنا نسال انفسنا، ماذا تريد الامارات من اليمن؟ ماذا تريد؟ ماذا، ما هو طبيعة النفوذ الإماراتي في اليمن؟ ماذا تحتاج الإمارات من اليمن؟ نعم، أعتقد كلنا نعلم أن الإمارات هي تريد موقع اليمن الاستراتيجي، هي تريد موانئ اليمن، تريد إمكانيات اليمن في التي تتمتع بها بالنسبة للتجارة الدولية. ولكن ماذا تريد منها؟ هل تريد استثمارها؟ هل تريد تطويرها؟ أبدا، بالعكس، الإمارات تريد تحييد اليمن ومنع اليمن من أن يتحول إلى منافس لدولة الإمارات ولموانئ الإماراتية ولتجارة الإمارات ولدورها اللوجستي في التجارة الدولية، منعها من أن تحول لذلك. فإن ذلك هي لا يمكنها أن تقيم علاقة استراتيجية مع الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية لن تسمح مثلا بأن يتم إعاقة دور ميناء عدن أو ميناء الحديدة أو ميناء المخا، أو كما حصل بالفعل كما فعلت الإمارات عندما تمت توقيع اتفاقية إدارة ميناء عدن مع شركة مواني دبي، عندما تم إعاقة عمل ميناء عدن وتم تخفيض كمية الحاويات التي يتم استلامها وتم إعاقة عمله. الإمارات تريد تحييد اليمن من خارطة التجارة الدولية ومن خارطة مواني التجارة الدولية، لذلك هي، وهذا طبعا لا يمكن للحكومة الشرعية أن تقبل به، لا يمكن للحكومة الشرعية، أي حكومة شرعية، أي حكومة وطنية أن تقبل بذلك. لذلك الإمارات تبحث عن ناس موظفين، عن شخصيات ليس لها دور وليس لها قيمة إلا من خلال ما تمنحه دولة الإمارات، سواء من دعم عسكري أو دعم مادي، حتى تنفذ لها ما تريد. ولذلك أنا أعتقد أن مسألة الصدام هو قادم على الحكومة الشرعية أن تستعد له فقط. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث السياسي، كنت معنا من ألمانيا، والشكر أيضا لمستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي كان معنا من الرياض. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم.